فوز منطقي للنادي الأهلي في دور الـ 32 على بني سويف بثلاثية مقابل هدف وحيد. أجاد النادي الأهلي ولا ما أجادش؟ ده اللي هنعرفه مع ضيوفنا الكبار، كابتن ماهر همام، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن أحمد بلال، عشان برضو نعرف ونشوف أهداف هذه المباراة. الهدف الأول وليد أزارو وعودة للتهديف بعد غياب طويل، الحقيقة بيحرز هدف ولا أروع، هدف رائع جدا من خارج منطقة الجزاء وتصويبة رائعة ليحرز هدف المباراة الأول في الدقيقة 67. ثم أحمد الشيخ من تمريرة بينية لأليو ديانج بيحرز هدف المباراة الثاني في الدقيقة 69. ثم في الدقيقة 88 بيحرز لاعب بني سويف أحمد عبد الرازق هدف الأول لبني سويف. ثم يعود وليد أزارو مرة أخرى للتهديف محليا من خلال زي ما حضراتكم شايفين كرة اتلعبت بالعرض وخبطت راحت لأليو ديانج شاطها رجعت لوليد أزارو يحرز هدف المباراة الثالث في الدقيقة 92. وبذلك يفوز النادي الأهلي ويصعد إلى دور الـ 16 بعد مباراة فوز فيها منطقي جدا على نادي بني سويف. مبروك يا كابتن ماهر، مبروك يا كابتن شريف، مبروك يا كابتن بلال. رأي حضرتك في المباراة كابتن ماهر؟ مبروك كابتن إسلام، مبروك للنادي الأهلي الفوز النهاردة بثلاث أهداف لهدف واحد وانتقاله بقى من دور الـ 32 للدور الـ 16. عايز أقول لك كابتن إسلام إن الشوط الأولاني كان شوط متوسط وضعيف فنيا للنادي الاهلي، غير ما اتكلمنا في بدايه الاسلوب التحليلي وقلنا ان النهارده الدوافع واللعيبه اللي هتبدا تثبت وجودها من خلال المباراه ما ادتش الغرض المطلوب منها من البدايه، نتيجه ان بني سويف المنظم انا بحييهم طبعا على الاداء الجيد اللي هم بداوا بيه المباراه، حسينا ان فريق عنده ثقه، مش خايفين، مش راهبين لقاء النادي الاهلي، بل بالعكس فرحانين ومبسوطين وحاسين ان هما النهارده جايين في استاد القاهره بيبادلوا النادي الاهلي في حته الاستحواذ، في حته الباص، في حته الانطلاق من الدفاع للهجوم. لعبوا بطريقه توازن واضح قوي في الدفاع، احترموا النادي الاهلي بشكل كبير جدا، رجعوا نص ملعبهم، قربوا الخطوط من بعض، قدروا يقفلوا على مفاتيح لعب النادي الاهلي من الاطراف ومن العمق، عشان كده ما حسيناش بخطوره للنادي الاهلي الا باستثناء هجمه او هجمتين يا اسلام، تصويبه كانت من حسين الشحات على المرمى، صدها حارس المرمى ده في الشوط الاول، وبعدين الهجمه الثانيه الكروس اللي اتعمل لوليد اللي اتلعب بضربه راس في واحده بتاعت اليو ديانج برضو اللي هي مره واحده لوليد سليمان مره ثانيه بالظبط، يعني تقدر تقول فرصتين عكس الشوط الثاني اللي النادي الاهلي قدر يخلق لنفسه تسع فرص، وانا شايف ان الفرص اللي اتخلقت الشوط الثاني للنادي الاهلي فرصه 2 3 4 5 6 7 نتاج التغييرات اللي عملها مستر فايلر، واضح قوي ان بين الشوطين مستر فايلر اتكلم مع اللعيبه بشكل يعني في شيء من الشديه، التغييرات اللي عملها لاضافها مستر فايلر وضحت بشكل كبير جدا، نقلتنا ودخلتنا في الجيم زي ما احنا اتكلمنا وزي ما احنا كنا عايزين من لعيبه النادي الاهلي، وعلى راسهم طبعا احمد فتحي اللي نشط الجبهه اليمين بشكل كبير جدا مع احمد الشيخ لحد ما نزل جيراردو، بردك قدر ينشط لنا الهجمه الشمال، ادى ثقه لمحمود وحيد في تبادل الهجمات من ناحيه الاطراف، بدانا الكورسات العرضيه اللي كانت مؤثره على بني سويف. احراز الاهداف ثلاث اهداف جمال لوليد ازارو واحمد الشيخ ثم وليد ازارو، واحنا قلنا محتاجين ازارو نجيب جول عشان يخش في ثقه المباريات، فانا شايف ان اداء النادي الاهلي اتغير بشكل كبير جدا في الشوط الثاني افضل كتير جدا من الشوط الاولاني. تمام كابتن شريف، اعتقد ان ده فوز منطقي للنادي الاهلي. فوز منطقي بس احنا من بقالنا فتره كبيره قوي متعودين على اداء معين من النادي الاهلي، اعتقد ان الغيابات النهارده كانت مخليانا كلنا بنطمع ان احنا نكون في نفس الاداء وفي نفس الشكل حتى في الغيابات، يعني قلنا ان اللاعب اللي بيبقى موجود او بيتمرن في النادي الاهلي التمرينات بالنسبه له هي ماتشات الاشتراكات، كل واحد بيتمنى ان هو يكون موجود في المباريات عشان يثبت ان هو المستوى الاول وان تقدر تعتمد عليه. كان في تاخير شويه من بعض اللاعبين زي محمود وحيد وعمار حمدي وياسر ابراهيم في الدخول جوه الاداء اللي هو تحس بيه ان هم فعلا قاعدين تحت الطلب في اي وقت، يقدروا يشتركوا في اي وقت، بس
في الشوط الثاني ابتدت الحالات دي بعد التغييرات اللي عملها وحصل كومبينيشن جديد خالص في الملعب يقدر يخليك تعتمد على السرعات، وبناء السرعات اللي حصلت من ناحيه اليمين وناحيه الشمال، يمكن كنت انا وانت بنتكلم على محمود وحيد بالذات، يعني ان احنا عايزينه يخش بسرعه الفتره الجايه، المفروض هو اللي هيكون حامل المنافسه ما بينه وما بين حسين السيد، هيكون حامل برضه هو الشكل اللي هنعتمد عليه في المباريات الجايه كلنا. فبنتمنى طبعا لما بيبقى في لعيب غايب وبيرجع بنتمنى له كل التوفيق، وبنتمنى له ان هو يكون على ارقى مستوى، وان هو الفكر بتاعه وفكر المدرب. ده طبيعي يا كابتن بلال، يعني انا اسف يا كابتن شريف، الطبيعي يا كابتن بلال ان احنا نشوف الشكل الاداء ده، لانه وانت كنت لعيب كبير وعارف ان مثل هذه المباريات بتبقى تقيله شويه على اللعيبه، ولكن في النهايه يهم جمهور النادي الاهلي ان احنا كسبنا وصعدنا الى دور ال 16 اكتر كتير من شكل واداء النادي الاهلي، لان المباريات اللي جايه هتبقى اصعب والمرحله اللي جايه هتبقى اصعب بكتير. بص يا كابتن اسلام، في مباريات بيبقى الغرض منها المكسب، زي مباراه الكاس الافتتاحيه في الكاس دي، انت انتقلت من مرحله انك بتلعب في بطوله افريقيا، بطوله كبيره جدا من مستوى ليفل عالي جدا كبير قوي وضغط واداء مختلف تماما، لبطوله تانية مختلفه خالص مع فريق مختلف تماما. قد يجوز ان فريق النادي الاهلي يعني تفاجأ بالاداء اللي موجود عليه في بعض الاوقات، اللعيبه وانت بتلعب مباراه الكاس بالذات يعني بتبقى كانه حمل على اللعيب عايز يخلص منه، يعني عايز مباراه الكاس في دور ال 32 يا كابتن، فانا محتاج خلاص، انا مش عايز غير ان انا بس اخلص المباراه واكسب وينتهي اللقاء على كده. يمكن دي برضه في بعض الاوقات تبقى تصور للجهاز للمدير الفني وتصور برضه لبعض اللعيبه. النهارده يمكن الشوطين مختلفين، يعني شخصيه النادي الاهلي في الشوط الثاني كانت مختلفه تماما، انت ابتديت اللقاء سهل بالنسبه لبعض اللعيبه، مفيش التحضير ما كانش جيد بالنسبه لبعض اللعيبه، وده وضع طبيعي، احنا قلنا الكلام ده قبل المباراه، قلنا من الجائز يبقى انت اللعيبه وهي داخله المباراه انت بتعتمد على اللعيبه نفسها وهي داخله المباراه، الحاله بتاعتهم بيفكروا ازاي، بيفكروا في ايه، مدى التركيز، مدى قوه التركيز اللي موجود عندهم. التركيز واضح انه ابتدى من بدايه الشوط الثاني لما حسوا ان في فرقه قدامهم بتلعب بتادي بتقاتل، وده وضع طبيعي. خد بالك يا اسلام، انا عايز اقول لك على حاجه، انت اي فرقه هتلعبك كنادي اهلي في الكاس بالذات هتلاقي قتال غير طبيعي، وده عادي في كره القدم في كل بلاد العالم، دي ظاهره صحيه، يعني انت مش هتكسب 5 و6 و7 و8 بسهوله، لا اطلاقا، انت في مباراه الكاس كل الفرق بتلعب النادي الاهلي، مفيش حاجه تبكي عليها، عارف انه بنسبه 90% خارج من البطوله، فبيحاول بقدر الامكان انه يصل لاكبر نقطه واكبر معدل من الاداء الجاي. ده اللي حصل النهارده في مباراه بني سويف. فرقه الحقيقه بنشكرها على الاداء، قدرت تروح للماتش النهارده بشكل كويس، خدت الماتش فيه كوره ممتعه بالنسبه لنا، خدت لعيبه النادي الاهلي الشوط الثاني تركز بشكل كويس وتدخل في اجواء المباراه سريعا الشوط الثاني، وده اللي كنا احنا بنقوله يا بلال من البدايه، حضراتكم قلتوا ان احنا يا جماعه الماتش ده مش ماتش سهل، مهما كان السهوله بتبقى في ارض الملعب، انت اللي بتعملها كلاعب والحاله بتاعتك والحاله وحالتك انت كلاعب. طيب بما اننا بنتكلم خلينا نروح نشوف زميلنا شريف شعبان من ارض الملعب ولقاء مع كابتن سامي قمصان ونرجع نكمل مع حضراتكم. عند الشوط الاولاني لكن طبعا خلط تغييرتين عملتهم، دخلتوا الجيم الشوط الثاني ما شاء الله الجهاز الفني طبعا دخلتوا على طول عملتوا تغييرتين، فتحي وجيلاردو قلبتوا الجيم خالص وقدرتوا تحرزوا هدفين ورا بعض وتقتلوا الجيم او تخلصوا الجيم بلغه الكوره يعني. الحمد لله طبعا مكسب مهم ومبروك طبعا لجمهور النادي الاهلي. زي ما انت قلت مباراه صعبه بالنسبه لنا، صعوبتها اللي انت استعداد ليها، يعني ممكن الراجل حذر من مفاجات الكاس وحذر ان دايما الفرق اللي بتبقى في الدرجه الثانيه والدرجه الثالثه عندها دوافع كتيره مهمه جدا، اللي هو بيقاتل بيعمل اقصى حاجه عنده، لازم تقابل كده بالقوه برده نفس القصه. يمكن تاخرنا شويه 45 دقيقه لكن الحمد لله التغييرات اثرت على الفرقه، والحمد لله كان عندنا استحواذ احسن وعندنا هجمات اكتر وتنظيم هجومي احسن وكروسات من ناحيه اليمين وناحيه الشمال، فاعتقد الحمد لله وسجلنا 3 اهداف والحمد لله زي ما انت قلت مهم جدا ان احنا المكسب وده اللي اتحقق الحمد لله. شفنا النهارده كمان غير المكسب كمان وجوه جديده الحمد لله بتظهر، شريف اكرامي ما شاء الله، ياسر ابراهيم، محمود وحيد، عمار النهارده المفاجاه التشكيله في الباك رايت، يعني احمد الشيخ شفنا النهارده وجوه جديده جدا، ازارو بيرجع تاني وبيهدف النهارده ما شاء الله بيحرز هدفين، يعني مكاسب النهارده نمسك الخشب مكاسب كويسه جدا النهارده للنادي الاهلي غير الفوز. الحمد لله الحمد لله زي ما انت قلت وعدت اللعيبه اللي النهارده الحمد لله اثرت على الفرقه ورجعت تاني مستواها، بدايه من شريف لحد ازارو وعوده الثقه لازارو، دي من الحاجات المهمه جدا بالنسبه لنا،
هدفين مهمين جدا بالنسبه له، اداء كويس، ونفس القصه جيرالدو، ونفس القصه عمار، نفس ديانج، من الناس من اللعيبه اللي تبدا احنا يعني ان شاء الله جاي بالنسبه لنا، يعني محتاج شويه وقت لكن ان شاء الله جاي. فكل الحاجات دي مكاسب مهمه، لكن الاهم زي ما انت قلت بقى اللي احنا بنفكر فيه الاهم ان شاء الله الماتش، ماتش الجمعه ان شاء الله. صعبه يا كابتن، والمجموعه صعبه يعني، المجموعه النجم 3، الهلال السعودي 3، يعني فريق زيمبابوي ما فيش، الاهلي ما فيش، يعني الاسبوع الجاي باذن الله الاهلي برضو يوصل نقطه 3 والمجموعه تولع بلغه الكوره. زي ما انت قلت ما فيش مباراه سهله ومباراه صعبه، انت اللي بتخلي المباراه صعبه وانت بتخلي المباراه سهله. يعني النهارده الماتش كان ممكن يتكهرب اكتر، لكن لازم يكون استعدادنا احسن، لازم يكون عندنا هدف اكتر، لازم يكون عندنا دوافع اكتر، لازم نقاتل اكتر فرقه، ودي من الميزات اللي موجوده في النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي. اعتقد ان اللعيبه كان ممكن جزء من تفكيرها شويه كان مباراه الهلال، وحذرت وقلت ما ركزوش غير في الماتش بتاع النهارده بس. طبعا لكن انت عارف اللعيب برضو غصب عني، يعني ما تقدرش تركز في حاجتين ورا بعض يعني. لكن ان شاء الله اللعيبه عندها استعداد كويس وعندها طموح كويس اللي ان شاء الله ترجع لوضعها الطبيعي، وان شاء الله ناخد الست نقاط على ارضنا سواء بدايه من هلال ان شاء الله وبلاتيني، وان شاء الله وناخد وضعنا ان شاء الله في المجموعه. بكره تمرين على طول، ما فيش اجازات؟ لا ما فيش وقت، ضغط المباريات وده طبيعي يعني. عشان كده كان مهم جدا ان انت تشرك عدد لعيب كتير، عدد كتير من اللعيبه، عشان يبقى عندك كاس وعندك دوري وعندك بطوله افريقيا، فكل الحاجات ديت يعني ان شاء الله تكون متاحه للراجل يقدر يختار الافضل ان شاء الله. يوم مبروك والقادم افضل، ويوم الجمعه باذن الله تصالحوا جمهور النادي الاهلي باذن الله، ونفوز على فريق الهلال السعودي باذن الله العنيد، يعني هو كمان فريق رخم برضه ان شاء الله تكون بدايه، واحنا محتاجين طبعا دعمهم، محتاجين وقفهم جنبنا، اختلاف متفرج، فباذن الله يزيدوا كمان ويبقى عامل يعني عامل جمهور عامل مؤثر ان شاء الله. ودايما جمهور النادي الاهلي هو القوه اللي بتدي للعيبه ان شاء الله. مبروك. شكرا. كابتن اسلام، ده كان لقاءنا مع المدرب العام طبعا الكابتن سامي قمصان، ومن قبله مدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ. مليون مبروك كابتن اسلام لحضرتك ولضيوفك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، الفوز على فريق بني سويف العنيد بثلاث اهداف مقابل هدف. يمكن زي ما قلت لك في بدايه الهواء ان الاهلي هيقابل الفائز من مباراه انبي والترسانه في دور ال 16. يا رب باذن الله التوفيق يكون من نصيب النادي الاهلي، يا رب باذن الله يكون بطوله كاس مصر تضاف هذا العام الى سجل بطولات النادي الاهلي وبطوله الدوري العام وبطوله افريقيا، عشان كل جماهير النادي الاهلي تفرح. دي كانت لقاءاتنا من داخل ارض استاد القاهرة، اللي بحيي المسؤولين على هذا الاستاد العظيم، وباذن الله يا رب يكون فتحت خير على كل الانديه المصريه. وحلم من احلام حياتي اني استاد القاهره نلعب عليه بطولات افريقيا، يفرق كتير معانا جدا في مشوارنا الافريقي القادم باذن الله. كابتن اسلام، عوده ليك من جديد، اتفضل. طيب اشكرك شكرا جزيلا زميلنا شريف شعبان. كابتن ماهر، الحقيقه المباراة النهاردة فيها دروس مستفادة كثيرة جدا، لو تقدر تقول لنا عليها. هو أول الدروس المستفادة الفوز طبعا 3-1 وعودة أزارو للتهديف من ضمن الدروس المستفادة. النهاردة مش عايزين نقول البدلاء اللي بدأ بيهم لأول مرة النهاردة في مكسب لمحمود وحيد، خصوصا الشوط الثاني حسينا بانطلاقاته لما نزل جيرالدو وبقت في جبهة قوية من ناحيه الشمال، حسينا بالكروسات العرضيه، حسينا بالاختراقات، حسينا بالانطلاقات بشكل جيد، اديتنا ثقه عن الشوط الاولاني بشكل كبير. طبعا انا عايز اقول ان عمار حمدي مكسبنا في نص الملعب يا اسلام، احنا جربنا عمار في الباك رايت افضل كتير من نص الملعب افضل كتير جدا، لكن احمد فتحي لما نزل طبعا بدانا نخش في الاجواء بشكل كبير، حسينا بالاختراقات، حسينا بالسرعه، حسينا الشوط الثاني من ضمن الايجابيات رجعنا للاعبين الاولاني اللي احنا اتكلمنا عليه في الاستوديو التحليلي من بدايه المباراه، ان النادي الاهلي بيخش في حته التدوير الكوره، حته الاستحواذ، حته الانطلاقات من الاطراف، الجمله التكتيكيه اللي بيشتغل عليها مستر فايلر. يمكن هي اتاخرت يعني، الشوط الاولاني كان تحيه خاصه طبعا لبني سويف على التنظيم الدفاعي اللي قدروا ان هم يعطلوا فيه مفاتيح لعب النادي الاهلي بشكل كبير، لكن الشوط الثاني طبعا واضح تفوق لعيبه النادي الاهلي من خلال الاختراقات، التغييرات اللي عملها مستر فايلر. الحمد لله رب العالمين، بردك من ضمن الحاجات اللي اطمنا عليها الاصابات النهارده، يعني ما حصلش اصابه لبعض نجوم النادي الاهلي كانت ممكن تاثر علينا في المباراه القادمه. عندنا طيب خلينا معلش يا كابتن ماهر، انا اسف، خلينا نطلع نشوف المؤتمر الصحفي لمستر ريني فايلر ونرجع نكمل مع حضراتكم. On a pas bien joué la première temps, ça c'est clair, il faut pas discuter ce qui s'est passé à la première temps. La deuxième mi-temps était beaucoup mieux.
طبعا احنا بالنسبه للمباراه الشوط الاولاني طبعا متفقين ان احنا ما لعبناش كويس ما قدمناش الاداء بتاعنا. الشوط الثاني لعبنا احسن. Deuxième mi-temps, on a créé plusieurs actions devant le but de l'adversaire. On a d'abord hein, créé des actions et après, si tu as des actions, tu peux aussi marquer des buts. Et deuxième mi-temps, on a marqué les trois buts qui sont décisifs pour se qualifier pour le prochain tour. الشوط الثاني نجحنا ان احنا نخلق فرص كثيره يعني لعبنا اتحسن وخلقنا فرص كثيره للتهديف وحصلنا منهم ثلاث اهداف كانوا كافيين ان احنا يمنحونا بطاقه التاهل الثلاث اهداف كانوا حاسمه ومنحونا بطاقه التاهل للدور الثاني في الكاس مصر. اتفضل. بس هل النهارده في المباراه Alors, première partie, vous avez déjà presque tout vous-même répondu. Ça veut dire on a deux matchs qu'on doit préparer cette semaine. Et ce n'était pas si facile parce qu'on est rentré tôt le matin samedi après le match à Tunisie qui était dur avec 10 joueurs. Et comme ça, j'ai bien mélangé aussi le groupe. Et on a eu des joueurs qui ont eu repos aujourd'hui et des autres qui ont commencé le match. حضرتك اجبت في سؤالك على السؤال يعني المعلومات اللي قلتها في سؤالك هي اجابه على السؤال. وفعلا احنا جايين من مباراه يوم السبت كانت مباراه صعبه وكانت لعبنا 10 لاعبين ورجعنا وكان حضر الاسبوع ده ماتشين فكان عملنا زي خليط بين اللعيبه اللي هتلعب الاساسيه واللعيبه الاحتياطي عشان نلعب المباراه دي تحديدا برضه للمباراه الجايه. Et puis, bien sûr, hein, j'ai aussi remarqué, les joueurs aussi, mais ce n'était pas une surprise pour moi, que les automatismes nous ont manqué, hein, premier mi-temps. Mais ça, c'est aussi normal parce qu'on a eu beaucoup de nouveaux joueurs qui étaient joués ensemble pour la première fois, la première mi-temps. وبالنسبة للاعبين حابب تقول أداءنا فعلا لاحظته ما كانش مفاجأة بالنسبة لي انتقصنا الأداء نقصنا أداء جيد وده طبيعي لأن اللعيبة بقالها فترة ما بتلعبش وما بيلعبوش مع بعض بشكل كافي. في سؤال تاني؟ اتفضل. رمضان حسن جاب الكورة وبنزلت لسه صغير على الناس. في سيكون في كواد جوبي. الناس يعني توقعت ان صلاح ممكن يجي يبارتيسيبي. كل الناس صلاح ممكن يجي يبارتيسيبي جوبي. على مروان كان لاعب ماتش الكورة وما كانش موفق. باسكو مروان محسن جوبي ماتش كونتر الجون اللي تكمل. العامل الدافع لصلاح مصر في المباراة زي النهاردة. باسكو هي ريزون. Pour laquelle vous n'avez pas une raison technique pour laquelle vous n'avez pas aligné aujourd'hui Salah Mansour. Alors, ça j'ai déjà dit plusieurs fois, je répète encore une fois, je ne vais pas discuter en public toutes mes décisions que je vais prendre. Et je ne suis pas d'accord avec vous que Marwan Mohsen n'a pas joué à El Ghouna parce que toute l'équipe a fait un bon match là-bas. Et tous les partis hein, sont très décisifs si on joue un match qui est bon. Et moi je pense que l'équipe a fait un bon match là-bas. طبعا بكررها تاني بقولها زي ما بقولها كل مره انا ما بحبش اتناقش في النقاط الفنيه او وجهات نظر فنيه على الملأ بحب احتفظ بيها لنفسي بس انا مش متفق مع حياتك في فكره ان مروان محسن عمل ماتش وحش قدام الجونه بالعكس احنا ادينا مباراه كبيره قدام الجونه وصلاح محسن جزء من الفريق والفريق كله ادى ماتش كويس وعمل نتيجه كويسه. Il n'attaque pas un joueur, ni il défend un joueur, mais c'est son point de vue personnel. Ce n'est pas quelque chose contre un joueur. Mais vous avez des qualités que j'ai personnellement pas, parce que vous n'êtes pas présent à l'entraînement. Vous ne suivez pas des joueurs comme moi, mais vous savez quels joueurs doivent jouer. Ça, c'est vraiment pas mal et je vous donne un compliment. Hein. هو بيصني عليك بيقول لك اكيد انت عندك امكانيات مش عندي لان حضرتك ما كنتش حاضر في التمرين وما اعرفش ايه اللي حصل ومع ذلك انت بتحكم وتقول اداء اللعيبه شكله ايه فعندك رؤيه فانت عندك رؤيه مش عندي. J'ai plusieurs solutions et à la fin je choisis les joueurs qui méritent de jouer mais comme j'ai déjà répondu avant il faut préparer plusieurs matchs le même temps alors je peux pas vous donner tout le temps des explications pour quelles raisons les joueurs jouent ou les joueurs jouent pas. بيقول حياتك هو يعني هو عنده كذا حلول كذا كارت بيستخدمه كروت فنيه وطبعا كان زي ما قال لك بيعد ماتشين في نفس الوقت فمش مطالب يوجد يعني اعذار يقول اعذار ليه لاعب ده وما لعبش. اتقال عليها حاجه في النص لا زي ما قال زي ما حضرتك زي ما جابت اسئله كل المباريات عشان
Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'est-ce qu'elle a dit sur moi. Je lui ai dit comment j'ai répondu à votre question. Je veux ici pour la victoire d'aujourd'hui. Le calendrier est surchargé des matchs. Comme le sont des matchs, il y a beaucoup de matchs, il y a des matchs surtout en Ligue des champions d'Afrique, c'est le champion le plus prestigieux pour la Ligue. Alors comment voyez-vous l'accumulation de matchs, le calendrier surchargé des matchs du club? Le calendrier est très dur pour nous, hein, parce qu'on a tous les 3-4 jours un match, mais toutes les choses qu'on ne peut pas changer, il faut accepter et on va faire le meilleur avec ce calendrier. سامحك قلت ان هو متفق معاك بيقول لك ماتشات كتيره جدا ورا بعضها ان كان بمعدل 3 4 ماتشات يعني كل اسبوع بس انا ما عنديش حلول ثانيه ولازم نقبل ده ولازم نلعب على حسب المعطيات اللي عندنا. سؤال اخير لو سمحت. وفي بولا ديك راديو ما هو الماتش الجاي في ماتش الجاي ازاي Vous préparez le match, prochain match avec l'absence de Ahmed Mahloul, bien qu'il est un des joueurs et des piliers de Mahloul et un des meilleurs joueurs. Ils ne sont pas présents, donc vous allez préparer le match contre l'Iran. Je vais le préparer sans les deux joueurs. C'est logique. Hein? Merci. كلام منطقي جدا الحقيقه من ريني فايلر المدير الفني للنادي الاهلي، يعلم مدى خطوره الموقف خلال او مدى صعوبه الموقف خلال الفتره القادمه. كابتن ماهر في كلمه اخيره جدا لو معلش عشان وقتنا، لو حابب تقول كلمه في هذا الموضوع. عايز اقول في المؤتمر الصحفي واضح ان الراجل صريح واضح بالظبط كده، وعنده شفافيه في التعامل مع حتى مع النقاد الصحفيين. تمام. وامين جدا في شغله يعني. تمام. كابتن شريف، هو واضح من اسلوبه ان ما يعني اسمحوا لي ان انا اشتغل بالفكر بتاعي انا كمدرب. وانا مسؤول عن كل شيء، وانا ما عنديش شكل للمجامله في ان انا احط كلام منطقي جدا. منطقي جدا. وانا بدي فرصه للجميع، وهو فاتح الملعب لكل الناس يعني. كابتن بلال، الراجل واضح انه يعي قيمه النادي الاهلي كويس قوي، بتكلم من هذا المنطلق. واضح ان شخصيه النادي الاهلي انطبعت على المدير الفني، وهو بيتكلم من هذا المنطق انه عنده صعوبات، الصعوبات جايه من قيمه النادي الاهلي، الفريق اللي هو بيدربه، الفريق المفترض انه يحصد على كل البطولات. اتمنى ان شاء الله مع الراجل ده بالاسلوب ده ان شاء الله الاهلي يحصد كل البطولات باذن الله. طيب كل التوفيق طبعا للنادي الاهلي في المباريات القادمه النهارده. الحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نصل الى دور ال 16، وإن شاء الله يوم الجمعة القادم هتكون بقى مرة أخرى نعود إلى الأجواء الأفريقية من خلال مباراة الهلال. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا يا كابتن ماهر، شكرا جزيلا يا كابتن شريف، شكرا جزيلا يا كابتن بلال. هطلع فاصل وبعد هذا الفاصل طيب شريف شعبان مع كابتن سيد عبد الحفيظ، وبعد كده نستقبل دكتور أحمد ثابت في فقرة الإحصاءات والأرقام بعد كابتن سيد عبد الحفيظ. تأتي لك كابتن اسلام ولضيوفك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. بعد فوز النادي الاهلي النهارده وتخطيه عقبه بني سويف، وفي انتظار الفائز من مباراه ام بي والترسانه، معي مدير الكره الكوف طبعا الكابتن سيد حفيظ، بقول لك مليون مبروك كابتن سيد. مباراه غلسه وصعبه بلغه الكره، ولكن الاهلي اهلي لها النهارده في مكاسب كتيره النهارده في هذا اللقاء. لعيبه كتيره ما بنشوفهاش، شفناها النهارده ما شاء الله نمسك الخشب ما شاء الله واقفين على رجليهم، وفي يعني انسجام الى حد ما. الحمد لله. طبعا يمكن مباراه الكاس بتبقى مباراه يعني فيها بعض الاشياء اللي ممكن تكون مفاجاه بالنسبه لك يعني، وبتبقى مفاجات مش لطيفه الحقيقه على مستوى العالم كله يعني. يمكن دخلنا في الجيم متاخر شويه، الشوط الاول ما كانت حاله التركيز مش عاليه قوي، لكن الشوط الثاني اعتقد ان من البدايه للنهايه يعني الحمد لله طبعا على كل شيء. مباراه الكاس يعني قبل مباراه افريقيا بثلاث ايام في حسابات كتير جدا في الدماغ يعني، لكن الحمد لله على كل شيء. قرار ان انت تروحوا بطياره خاصه لتونس ما شاء الله كان قرار صائب جدا، لاني راجع خلاص عندك مباراه يوم الثلاث وعندك مباراه يوم الجمعه ايضا، مباراه قويه جدا مع الهلال السوداني، يمكن يعني بتحطوا في بيحطوا او مباريات في توقيتات صعبه جدا، ولكن الاهلي تعود خلاص ان خلاص مكتوب عليه يلعب ويفوز كمان. خلينا نتكلم في الواقع بقى. الواقع بالنسبه لنا احنا عندنا مباراه بعد 72 ساعه على استاد السلام مع فرقه الهلال السوداني، عايزين نكسب باذن الله بشكل كويس، وعايزين ناخد اول ثلاثه بنط في
في المجموعه يعني. يعني مش عايزين نتكلم على اللي فات، قفلنا الصفحه جدا، بكره ان شاء الله هنبدا نستعد بقى لمباراه الهلال باذن الله. قولي بقى، النهارده استقبلته النادي الاهلي النهارده بيصعد على طول بيان التحكيم الاتحاد الافريقي ومن بعده الاتحاد الدولي. النادي الاهلي يمكن الفترات الاخيره الظلم كان باين وكان كتير قوي وكان اوفر جدا يعني. والله بص يعني ده امر ملف بقى سائل قوي، و يعني ما اعتقدش ان اي متعه في العالم كله يعني حاجات بتتكرر بشكل رهيب جدا. حتى الحكم ده تحديدا يعني بوندو ده مش عارف عدد مباراته اللي حكمها اساسا كانت قليله. يمكن انا قلت في الاجتماع الفني كمان الصبح على فكره، قلت في الاجتماع الفني اللي كان موجود اللي هو الاتحاد الافريقي، بقى لنا 15 سنه ولا 20 سنه بنتكلم في اجتماعات فنيه، كل قبل اي مباراه بنتكلم في اجتماعات فنيه، علينا ان احنا نحترم اللوائح ونحترم النظام ونحترم الفرق ونحترم الاشياء الخاصه بكره القدم. يعني بنقرر ممكن نسمعها غياب يعني، نقول اه والله، لكن في اطار كره القدم العالم كله بيسبقك. ليه يعني بيسبقك؟ لان في ملاعب كويسه، تمام، في اداره تحكيميه كويسه، في عداله تحكيميه موجوده ما لهاش علاقه بالارض ومين اللي بيلعب عليها، فيها علاقه بال90 دقيقه. وتاني يوم مباراه الرجاء مع الترجي التونسي، جوميس احسن لعيب واحسن حكم في افريقيا، يعني في عداله تحكيميه، خلاص الاحسن يلعب او الاحسن يكسب يعني. فاعتقد ان الامر يعني مش محتاجين ان احنا نقعد في اجتماعات فنيه تسبق كل المباريات، مع انها رولز موجود في العالم كله، لكن اعتقد ان في حاجات تتقعد فيها اكتر كتير جدا من الاعداد الفنيه والامور التنظيميه. ما اعرفش هل هي بقى من باب الصدفه ان انت بقالك 3 سنين او 4 سنين كل شويه بيبقى في حتى على ارضك هنا، يعني حتى على ارضك، يعني انا مش هنسى ابدا حتى مباراه الترجي اللي الناس كلها يعني بتتكلم عليها في مباراه 2017 اللي هي كانت هناك اللي كسبنا فيها 2-1، لكن اصل المباراه الاولى هنا بتتصعب عليك في 3 اوفسايد او 3 تسلل من نص الملعب مع تحكيم سنغالي، يعني الامر بقى صعب جدا. اعتقد ان محتاج وقفه مش عاديه، يعني وقفه كويسه جدا من القائمين على الاتحاد. لو انت عايز اساسا يعني البلاد او دوري الابطال بحكم ان هو اقوى بطوله في افريقيا كلها، ان هو يتحسن او يظهر مستويات كويسه، عليك ان انت تعدل من الصوره دي تماما يعني، تماما يعني. يمكن احنا مش عارفين نلاقيها والله يعني جوه وبره يعني فالحمد لله على كل شيء. الامور التحكيميه خاصه بكره القدم، في ناس كتير يقول لك ما تتكلمش فيها، ما تتكلمش في ايه ده، هي اساس يعني. اعتقد ان تقنيه الفار لا محل ولا جدال ولا مناقش ابدا داخل مصر وبره مصر على فكره، حتى احنا جوه مصر، حتى جوه مصر يعني، حتى في الامور التحكيميه اللي خاصه بينا هنا يعني، من غير ما حد يزعل ولا حد يتضايق يعني، دي امور تحكيميه يعني بتساعد في يعني حصول الفرق على حقها. يعني مش ممكن ابدا اكون بشتري النادي زي النادي الاهلي بيشتري لعيبه بملايين الدولارات وبيجيب مدرب بسي في كويس وسمعه كويسه وفكر كويس ورقم كويس، وتحجز طيران وتحجز اوتيلات وتتعاقد مع سبونسر كبير جدا جدا عشان يجي حد، تمام، يعني في 90 دقيقه يعني الامور بالنسبه له يضرب فائع سبرنت يعني جامد جدا يعني في الدقيقه 12 يعني. فاعتقد ان الامور محتاجه وقفه يعني، لكن احنا علينا ان احنا نستعد بشكل كويس على الامور الفنيه. ما زلنا بناخد طرقنا القانونيه داخل وخارج مصر. اعتقد ان عندنا واحد في لجنه الحكام من مصر هو الكابتن عصام عبد الفتاح، يعني اعرف الدور، نفسي اعرف الدور يعني، عشان حتى في اختيارات الامور التحكيميه يعني مباراه زي مباراه النجم الساحلي يعني يكفي ان انت تقول النجم الساحلي والاهلي يعني بطل 2005 وبطل 2007 او فاينل 2005 وفاينل 2007 وسوبر 2007 موجود في او 2006 موجود في اثيوبيا وسيمي فاينل 2017 وتجيب لي طاقم تحكيم يعني مش من الصفوه يعني، علامات غريبه جدا واختيارات غريبه جدا. اعتقد يا رب انها او اتمنى انها في الفتره الجايه تتغير. النهارده فايلر اشاد باستاد القاهره اول مره اشوفه باين. اول مره نلعب عليه على فكره، احنا ما لعبناش هنا من 26/4/2018 يعني، بقى لنا حوالي بتاع سنه و8 شهور ولا حاجه يعني، سنه و8 شهور حاجه مش يعني حاجه مشرفه جدا. الواحد مبسوط جدا جدا جدا، البنيه والشكل والارضيه والاجواء يعني حاجه هو استاد السلام الحقيقه يعني حاجه رائعه، وكمان اسكندريه يعني الواحد طبعا مفيش اجازات خلاص، اليوم الجمعه على طول المباراه على طول. لا ما اعتقدش، ما عندكش وقت يعني، ربنا يوفقك وتكسبوا باذن الله. شكرا جدا، شكرا كابتن سليم. كابتن اسلام مستمرين معاك في لقاءات